والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي النائب برهان المعموري، نائب عن سائرون. مرحبا بك معنا. يعني معلومات جديدة تكشف بشأن شقيق وزيرة التربية وأيضا حتى زوجها، وتؤكد إعلان ولائه لداعش إبان سيطرته على الموصل. كيف يعني سيتم التعامل مع هذا الأمر، وهل سيؤثر على بقاء الوزيرة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا الله مشاهديكم الكرام. احنا صراحه هذا اللي ما كنا ناكد عليه في عند بدايه تشكيل الحكومه، فعندما كنا نطلب من رئيس الوزراء بارسال السيفيات قبل مده من التصويت عليها حتى على الاقل يتم التدقيق. احنا ما نلاحظ اليوم صراحه من خلال قناتكم الكريمه كل اللي جاي يحصل اليوم يتحمل الجزء الاكبر هو السيد رئيس مجلس الوزراء. هذا الشيء لابد منه. اليوم دائما ما كان ترمى الكره الى مجلس النواب، مجلس النواب تجي الاسماء وتجي بكتاب رسمي موقع من السيد رئيس مجلس الوزراء وتنعرض لاعضاء المجلس، اعضاء المجلس الاغلبيه هناك لو تشاهدون اغلب الجلسات هناك مداخلات انه تقولون يا سياده رئيس مجلس النواب احنا نريد من رئيس الوزراء المفروض يعطينا السيفيات قبل فتره حتى ندقق. هذا من جانب. الجانب الثاني اليوم ما من المعقول اليوم سيد رئيس مجلس الوزراء انه ما يقدر يدقق له اسمين. وين الامن الوطني؟ وين المخابرات؟ وين الاستخبارات؟ يعني هم والله المفروض يعني هي قضيه معيبه. انا شخص ما اقدر ادققه واشوفه من خلال الأجهزة الأمنية. اليوم باج مال المنطقة الخضراء إذا يريد واحد يطلعه يطلعون جدا العاشر ويعرفون من هو. ما من المعقول اليوم أنا أجيب شخص أخليه على هرم وزارة من الوزارات المهمة اللي إحنا تربي أجيال، وبالتالي نعرف شيء عن الشخص الوزير المعني، ليس فقط اللي نتحدث عن الأخت شيماء، وإنما نتحدث على كل الوزراء ترى مروا بنفس الطريقة. واعتقد هذا الوضع احنا المفروض يكون اكو موقف حازم اتجاه يعني صراحه الحكومه واتجاه شخص السيد رئيس مجلس الوزراء. احنا ما كنا نتامل منه هذا الشيء. اليوم مجلس النواب نعم صوت، لكن صوت لشخص الوزيره او للوزراء الباقين، لكن صوت بعدم قناعته كداخليا، ولكن هذه هي المشكله لتوافقات والضغوطات السياسية اللي مورست. إذا مجلس النواب أيضا يتحمل المسؤولية، ليس فقط رئيس الوزراء لو سمحت لي. إذا مجلس النواب أيضا يتحمل المسؤولية بالتصويت من عدمه على الوزيرة أو أي وزير آخر. يعني هل المزاج السياسي متحكم بمجلس النواب؟ يعني كان سابقا أيضا وزيرة التربية المرشحة كانت السيدة صبطائي، أيضا لم يتم يعني تم إعادة التصويت عليها وتم التأكد أنه لم تحصل على كامل الثقة. طيب لماذا لم يتم إعادة التصويت؟ يعني سائرون قالت أنه مرشح المرشحة وزارة التربية السيدة شيماء الحيالي لم تحصل على الثقة كاملة أو عدد أصوات أو عدد أصوات كافية. تفضل. عزيزتي مجلس النواب أنا قلت لك يعني الجزء الأكبر يتحمل السيد رئيس مجلس الوزراء، الجزء الآخر يتحمله الكتل السياسية. اليوم هي اللي جاي تفرض على السيد رئيس مجلس الوزراء. مجلس النواب صوت نعم، لكن اليوم مجلس النواب متهم بتأخير تشكيل الكابينة، ودائما ما يطلع السيد رئيس مجلس الوزراء في خطاباته وفي مؤتمراته يقول انا علي من يمي الامور خرجت عن نطاق الباقي مجلس النواب، وبالتالي الراي العام ضد مجلس النواب بتاخير تشكيل الحكومه من ما جعل انه تنعرض الاسماء وفق طلب من السيد رئيس مجلس الوزراء، فرض انه هاي الاسماء لازم تطرح تحت قبوه البرلمان حتى يتم التصويت عليها، وبالتالي من صوتنا عليها كان هناك اكو اعتراض اغلب اعضاء مجلس النواب وبالخصوص كان تحالف سائرون وكتله الاصلاح والاعمار. احنا صراحه هذا الشيء يؤلمنا. اليوم هناك مفروض يجب ان نتبع خطوات مهمه ما دام الامر بعد احنا نقول بعد في بدايته، على السيد رئيس مجلس الوزراء ان يراعي اختياراته الصحيحه والدقيقه. هذا الامر يتحمل السيد رئيس مجلس الوزراء، واعتقد اليوم
هو اللي اليوم بإمكانه أنه يرفض الوزير اللي عليه إشكال أو يقدر يقدمه يعيد لمجلس النواب حتى يتخذ به الإجراءات القانونيه والدستوريه. لكن السيد عادل عبد المهدي يعني المعروف وكما هو واضح انه عليه ضغط من الكتل السياسيه، والكتل السياسيه هي من رشحت الوزيره. والله يعني ما اعتقد حتى لو كل الضغط ما تمنع من روحي يدقق الاسم. يعني اليوم انا ككتله سياسيه عندي استحقاق انتخابي. مو من المعقول اليوم انا كشخص عندي حزب وعندي استحقاق انتخابي رشحت شخص معين لوزاره معينه. شنو الضير من السيد رئيس مجلس الوزراء انه ممكن ما يرسل الاسم اليوم يرسله بعد يومين لحين التدقيق؟ ليش يعني هذا تقصير واضح، ويعني مو شرط انه الكتل المرشحه هاي الشخصيه انه هي نحملها مسؤوليه، لا اليوم المسؤوليه الكبرى يتحملها السيد المهدي. طيب اللي هو قانونيا هل البرلمان قادر على اعاده النظر بترشيح الوزيره؟ اعتقد اليوم لحد الان هي امام عدي اليمين الدستوري ولحد الان لم تصبح وزيره بصفه بشكل رسمي، وبامكان السيد عادل عبد المهدي ان يطلب او ما تقدم استقالتها ويقبلها او يقدمها كمقترح من يمه لمجلس النواب حتى يتم اقالتها اذا شاء ذلك السيد رئيس مجلس الوزراء. برهان المعموري نائب عن سائرون، شكرا لانضمامك معنا.